بعدين فرنسي بيعملوا فنجان شاي جنبه. انا نبليه كيف طيب يطلع لذيذ جدا مره مره. شويه ملح وزيت تفوتها بالفرن. مرحبا بكم في تونس العاصمه. هذا السوق المركزي للسمك في قلب العاصمه. ورثت الصنعة على الوالد متاعي اللي هو بابا من عهد الاستعمار اللي هنا في المرشي. هاي هم كل واحد وحده. ثم كيما ترى القرنيط، كيما ترى البوري، كيما ترى القربسي، الميلة، الحوت، في برشا منافع على الحم وعلى الكوليسترول ولا حتى شيء بالنسبة للحوت. هذايا البوري، كسكسي، مقرونة، مقلي، كوشة، تقشير، تتشق الكرش، يتنحى الخرقوش. وعندك السفاقسية يعملوه في الصيف يتشرح، يعملوه سرمولة، تقشر، تتشق، تتملح، تقعد راقدة في الملح، نهار العيد يعملوها مرق. هذايا الكلامار، تنحى هذية، قصته في طروف، وتتحشيها كيما العصبان، تنجم تحشيه بالشفرات، شوية لية وشوية كبدة بعدلوش. كحير مشوي بقلي في المقرونة في العجة دي ما نضيبك الشفرات خير، حتى هذه تجي مشوي خير. هذا القرنيط الخشين هذا يتسمط مليح 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 ويتحط على الشوايه، لازم تعمله مشوي بنين ياسر ياسر ياسر. سلايطة مقرونة روز هذا ينجم يتشيح. بالنسبة للقراقنة ياسر يعملوه في الكسكسي، يحبوه ياسر ياسر القرنيط. هذا قداش هذا؟ 24 24 و800.